السلام عليكم. سننطلق بحلقة بها الكثير من الأخبار التي تتحدث عن الكرة المصرية والعربية من إحصائيات وتفاصيل ستفيدك وتهم، ولكن أريد أن أخبرك كيف ستسير هذه الحلقة وكيف سنبتدي هذه الحلقة. سنبدأ هذه الحلقة. سنبتدي البداية ستكون من الإيجيبشن ليج ومن الدوري المصري وما يحدث في الكرة المصرية والعربية من إحصائيات وتفاصيل، وأيضا سنتحدث عن كأس أمم أفريقيا والمنتخبات وما حدث في لقاءات أمس، و سنتحدث أيضا عن المنتخبات العربية في كأس آسيا ومفاجآت الأندية أو المنتخبات العربية، وأيضا سنتحدث عن الجولة الثانية من كأس الرابطة المصري. وقبل ما نقول صلى على الرسول وعلى آله وصحبه وسلم، والبداية ستكون من الإيجيبشن ليج وما يحدث في الكرة المصرية من أخبار هامة. سنتحدث في البداية عن درويش مصر ودرويش العرب وما يحدث في النادي الإسماعيلي من أزمات. سنتحدث عن إصابات بالجملة تضرب لاعبي الاسماعيلي قبل لقاء سيراميك كليوباترا في كاس الرابطه، واريد ان اخبرك ان سيراميك كليوباترا هو من حصد هذه البطوله في العام الماضي على المصري البورسعيدي، ولكن اريد ان اخبرك ان اضيف على قائمه الاصابات التي تحدثت فيها امس في حلقه امس، وضيف في هذا اليوم ايضا اصابه امس اللاعب كريم عرفات بشد من الدرجه الاولى في تدريب امس، واللاعب يتعرض لوعكه سيكون يغيب لفترة طويلة عن الملاعب هذا اللاعب. ولكن أريد أن أخبرك أين الدكتور هشام الذي به الكثير من الإصابات ولا يخرج أي أحد من هذه اللعيبة التي بقالها فترة تعاني من هذه الإصابات. ده بالنسبة لإصابات الدراويش. طبعا حمد النقاز غاب أكثر من تدريبه عن الإسماعيلي في ظل احتياج بعض اللعيبة. أنا بالنسبة لي أو بالنسبة لمحبي أو عاشقي الدرويش، حمد النقاز يعني مش هو اللاعب المخضرم أو اللاعب الذي بدونه لن نأخذ البطولات، لاعب طبيعي ولاعب أقل من الطبيعي، ولكن غاب، ولكن سبب الغياب هو عدم حصوله على مستحقاته التي تبلغ 10 مليون جنيه. اللاعب لم يأخذ مستحقاته منذ فترة طويلة ويهدد مسؤول الإسماعيلي باللجوء إلى الفيفا كالعادة، وده اللي واخدين عليه. ده طبعا اللغز هو استبعاد نجوم كبار من قوام الفريق أو قوام الفريق الأساسي عن مباراة سيراميك كليوباترا بسبب ما، وهو لغز، واللغز يدور بين مسؤول الإسماعيلي والجهاز الفني الموجود حاليا. أريد أن أخبرك أن استبعاد كل من عماد حمدي وصالح جمعة ومحمد حسن من مباراة سيراميك كليوباترا بعد جاهزيتهم لهذه اللقاء وتدريبهم في آخر تدريبات بجاهزية، وما هو الأفضل اللعيبة المتواجدة تصنع الكثير، ولكن يوجد لغز في الإسماعيلية بسبب عدم حصول هذه اللعيبة عن مستحقاتها، واللعيبة ترفض وجود و الإدارة تتدخل ولن يحدث شيء جديد. وأريد أن أخبر الباشمهندس نصر أبو الحسن إذا حدث شيء قريب فهو سيكون أنت من ستدفع الثمن. ده بالنسبة لمسؤولي الإسماعيلي وما يحدث في الإسماعيلية. طبعا اختتم الإسماعيلي استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا التي ستقام غدا في الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من كأس الرابطة المصري. طبعا الإسماعيلي جاي من هزيمة ويعني مش ناقص، هو خلصان. ده بالنسبة لأخبار الدرويش. سريعا نذهب إلى أخبار الزمالك، والزمالك في الساعات القليلة القادمة سينهي حل مشكلة أو حظ القيد بالنسبة لفك القيد بالنسبة للزمالك، وسيكون أكثر من لاعب على طاولة نادي الزمالك وستنتعش أداء، وهي دي الإدارات الناجحة التي تعمل من أجل كيانات وليس من أجل أشخاص. ده بالنسبة للزمالك. طبعا الزمالك وعلى طاولة نادي الزمالك أكثر من مدرب سيكونوا متواجدين في الزمالك كمديرين فنيين لهذا، والبداية ستكون من المدير الفني السابق لنادي الزمالك وهو ماركوس باكيتا، وأيضا بنجادة البرتغالي موجود على طاولة نادي الزمالك، وتفكير في أكثر من مدير فني وأكثر من لاعب سيكونوا متواجدين في الزمالك في حالة حظر الخيط الذي سينتهي بعد ساعات قليلة من الآن. ده
بالنسبة للزمن. طبعا نخرج سريعا ونتحدث عن اخبار الاهلي. الاهلي طبعا وكولر طلب من كابتن محمود الخطيب ومسؤول الاهلي ان يقود او يكون في معسكر مغلق لنادي الاهلي في الخارج تحضيرا لبطولة بطولة افريقيا و الدوري المصري الممتاز والبطولات التي لعب فيها نادي الاهلي. ووافق بالفعل مسؤولي الاهلي عن ان يكون معسكر مغلق في الامارات من يوم 20 لمده 8 ايام تحضيرا لتجهيز بعض اللعيبه للرجوع الى الدوري والبطولات الخاصه بالاهلي. ده بالنسبه طبعا التحدي الليبي يعلن انضمام وستن اموتو لاعب المصري والاتحاد السابق والذي اتى من لا من فريق او نادي الجندي في احد انديه الدوري الدرجه الثانيه بالسعوديه. وتعاقد رسميا التحدي الليبي مع هذا اللاعب المخضرم ولاعب المصري والاتحاد السابق. ده بالنسبه لاخبار الكره المصريه وما يحدث في الكره المصريه. سريعا كده نذهب لأمم أفريقيا وانطلاق وانتهت حتى الآن لعبة أربع مجموعات. الجولة الأولى من الأربع من الثلاث مجموعات الأولانية اللي هما بين ساحل العاج وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو ونيجيريا. ده طبعا بالنسبة للمجموعة الأولى الذي فاز بها أو على مقدمة رأس هذه المجموعة ساحل العاج مستضيف البطولة، و يلي غينيا بيساو ببونت ونيجيريا ببونت وغينيا الاستوائية غينيا بيساو التي هزمت وغينيا بيساو و نيجيريا ببونت. ده المجموعة الأولى. المجموعة الثانية الذي بها منتخب مصر ومنتخب موزمبيق التي تعادلوا في المباراة الأخيرة، ومنتخب الرأس الأخضر أو كفادي الذي فاز على غانا بهدفين مقابل لا شيء. إذا ترتيب المجموعة الثانية في الجولة الأولى: الرأس الأخضر في التصنيف الأول ومصر موزمبيق غانا. المجموعة الثالثة الذي بها السنغال والكاميرون وغامبيا وغينيا. فاز السنغال على غينيا بثلاث أهداف مقابل لا شيء، وتعادل الكاميرون مع غامبيا. إذا ترتيب المجموعة الثالثة في الجولة الأولى: السنغال على رأس هذه المجموعة بثلاث نقاط، يلي الكاميرون وغامبيا وغينيا. المجموعة الرابعة التي افتتح بها لقاء واحد فقط أمس واليوم باقي اللقاءات الذي بها منتخب الجزائر وأنجولا. طبعا سنتحدث عن هذه المجموعة. المجموعة الرابعة انطلقت بها مباراة أمس بين الجزائر وأنجولا التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. أحرز هدف الجزائر اللاعب بغداد بونجاح في الدقيقة 18، ثم عاد في الدقيقة 68 اللاعب ولاعب الاتحاد السكندري واللاعب المخضرم وهداف الدوري المصري اللاعب مبلولو، لاعب أكثر من رائع يؤدي أداء أكثر من رائع مع الاتحاد السكندري وفي منتخب أنجولا أيضا. ده بالنسبة للمجموعة الرابعة. سريعا كده نخرج من أفريقيا، وبعتذر لو ما تحدثتش عن لقاءات آسيا لأني هتحدث عنها في حلقات لضغط أو صغر حجم الحلقة عشان المونتاج وانت فاهم الموضوع. طبعا هتحدث سريعا عن الجولة الثانية في كأس الرابطة التي انطلقت أمس بلقاء المقاولون العرب الذي انتهى بالتعادل مع الجونة، كان في الثالثة عصرا 1-1، وفاز الاتحاد السكندري على بلدية المحلة، كانت المباراة في الخامسة، انتهت المباراة بفوز بلدية المحلة على الاتحاد السكندري على بلدية المحلة بهدف لا شيء. طبعا تستكمل هذه اللقاءات او مباريات اليوم. المباريات اليوم او لقاءات اليوم ستنطلق البدايه من بطولات امم افريقيا. بوركينا فاسو سيقابل موريتانيا في الرابعه، وفي السابعه مساء سيقابل منتخب العربي التونسي مع ناميبيا، وفي المساء والسهره في العاشره مالي سيقابل جنوب افريقيا. ده لقاءات امم افريقيا. لقاءات اسيا اليوم النهارده في الرابعة والنصف سيتقابل تايلاند مع قرغستان، وفي المساء والسهرة السعودية سيقابل المنتخبين العربيين، السعودية سيقابل منتخب عمان في لقاء
وافتتاحية لقاء بالنسبة للمنتخبين العربيين. ده بالنسبة لكأس آسيا. مباراة اليوم في كأس الرابطة سيتقابل في المباراة الأولى وفي الثالثة عصرا زد وفاركو، زد المتقدم في هذا الوقت على فاركو بهدف لا شيء. وفي الخامسة مساء في لقاءين في نفس التوقيت، سموحة سيقابل فيوتشر وطلائع الجيش سيقابل بيراميدز. دي كل لقاءات اليوم. أتمنى إن تكون وصلتك كل إحصائياتي، وأتمنى إن أنت تكون استوعبت هذه الحلقة، وأتمنى لكل اللي بيتابعني في كل مكان إن إحنا نكون ندعم القناة. أنا ناوي أعمل حلقات مستمرة على، ولكن كل طلب منك يا صديقي اشتراكك واللايك والسبسكرايب ليك ولأصدقائك، تشير الفيديو، موبايل صاحبك تشترك لايك تقول له تابع الحبيب، معانا أخبار على طول متواصلة عن الكرة المصرية والعربية والعالمية، وبنتحدث عن كله بإحصائيات، ومستمرين بإذن المولى عز وجل بإحصائياتنا، وكما احنا وكما تعودنا عليه عايزين نكبر بس بالأسرة ونكون أسرة واحدة. أتمنى لمصر تكون بخير وسعادة، وأتمنى الأمة العربية والإسلامية يوم سعيد، وأتمنى لكل حباب الحريف في كل مكان الخير والسعادة، وأتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم.